قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. الوداد يخوض ثاني مباراة ودية له في مراكش. يخوض فريق الوداد الرياضي لكرة القدم تحت قيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي ثاني مبارياته الودية في مراكش، إذ سيواجه الأولمبيك المحلي عصر اليوم الجمعة، وذلك في إطار استعداداته للاستحقاقات الكروية للموسم المقبل. وكان الوداد قد حقق نتيجة الفوز على شباب بنقرير أحد أندية القسم الثاني بمعسكره المقام حاليا بمراكش، وذلك في إطار استعدادات الوداد للموسم الكروي المقبل. وسجل أهداف الوداد خلال المباراة المذكورة كل من أيوب المدن وزهير المترجي، فيما سجل الهدف الوحيد لشباب بنقرير اللاعب الواثق. يذكر أن إدارة الوداد الرياضي لكرة القدم استجابت لرغبة مدربها فوزي البنزرتي ومددت المعسكر الإعدادي للفريق بمراكش، رغبة منها في تمكينه من إجراء مجموعة من المواجهات الودية بمدينة النخيل، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأحمر للاستحقاقات المقبلة والتي سينافس خلالها على ثلاث وجهات، وهي البطولة الاحترافية وكأس العرش محليا ثم دوري أبطال إفريقيا خارجيا. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.